في الجزء الثاني من حوار الدكتورة درية شرف الدين مع الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. دكتور محمود، حضرتك بتنتمي لعائلة يعني لها باع سياسي في مصر، كيف نشأت في هذا الجو؟ يكبرهم أنه مسألة الدولة بالنسبة لهم مسألة كبيرة جدا. قلت أن المرأة هي يعني غالبا هي الضحية الأكبر للفقر وفشل التنمية. إصابات للمرأة 14 مثل 14 مثل الرجل؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا صحيح طيب الأعراق. صحيح، وهي كانت مدرسة مخلصة كمان. وعن مردود إنتاجنا من الهيدروجين الأخضر وإمكانية استفادة مصر من حاجة الأوروبيين للوقود المعتمد عليه. الحل هو الاعتماد على دول مجاورة، طبعا احنا دول مجاورة هو على بعد دقائق من أوروبا. فهنا هذه بقى الأزمة التي تحولت إلى إمكانية نعمة لو أنا استفدت بيها. حوار الإجابات على الأسئلة الصعبة في حديث العرب من مصر غدا 7 مساء على قناة مصر الأولى.